يا اهلا وسهلا ويا مساء الخير، اهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده والسادسه، مبروك الرباعيه الحلوه الطعمه اللي طمنا، مش بس رباعيه امبارح، هي اخر ثلاث ماتشات للنادي الاهلي اجمالا. يطمنونا ان شاء الله باذن الله، ونبدا نقفل ملف الدوري ونفتح ملف المباراه الاهم، دوري ابطال افريقيا النهائي اللي يجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز. هندخل في الماتش ونتكلم ونحلل، خصوصا النهارده هيكون معانا واحد من اكبر الحقيقه الاسماء في عالم التدريب وتحليل، كابتن فتحي مبروك، واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي، يشرفونا النهارده في السادسه. قبل ما ادخل بس في التفاصيل واتكلم مع حضراتكم عن اللي فات وعن اللي جاي، حابب بس نقطه نظام كده. انا عمري طبعا ما دخلت، عمري اساسا ما فكرت ادخل على اي صفحه ليها علاقه باي نادي منافس، وخصوصا نادي الزمالك، لا صفحات تابعه للجماهير ولا صفحات تابعه للمنصات الاعلاميه المختلفه ولا صفحات رسميه. لكن الحقيقه انك انت تيجي لغايه عندي وتخش تكلم وتهزي وتهلوس بكلام على صفحات النادي الاهلي، انا بعتقد ده امر غير مقبول ولازم نرد عليه. هتكلم الحقيقه على الخيال المريض، لانه مش لاقي مسمى تاني. الخيال المريض ده مش مجرد مصطلح كده بيطلق مجازا، ده مرض، مرض وليه علاج وليه اسباب كتيره جدا، منها انه الواحد او الكيان او المؤسسه او ايا من كان، يعني ممكن يكون بيخلق حاله الخيال المريض دي عشان يصور لنفسه او يبرر لنفسه انه يخلق مجموعه من الحاجات اللي لا تمت للواقع بصله. وممكن يكون ده مرتبط بفكره عدم قدرته على الانجاز، عدم قدرته على النجاح، عدم قدرته على تحقيق شيء معين، وبالتالي بيحاول يخلق شماعات كتيرة جدا سمعنا عليها طبعا في كل ما يتعلق بالنادي الاهلي. شماعة ساعات مرتبطة بفكرة انه اتحاد الكورة، مش الاتحاد الحالي بس، ده كل الاتحادات، يعني كل الاتحادات ايا كان مين المسؤول فيها بتجامل النادي الاهلي، وده امر غير صحيح على الاطلاق. ولو رجعت التواريخ والحسابات والارقام تلاقي انه يمكن يكون اكتر نادي بيتعرض لمشاكل من ناحية التنظيمية، لو كنا بنتكلم على دول اتحاد الكورة هتلاقي النادي الاهلي. وارجع كده وشوف التواريخ وترتيب المباريات بتاعت النادي الاهلي الموسم ده، وانت تعرف حجم الارهاق والفاتوره الصعبه اللي دفعها النادي الاهلي نتيجه التنسيق او غياب التنسيق ده بشكل من الاشكال. اوقات كتير جدا بيتكلموا على التحكيم، وبرده الحقيقه ومش بتكلم على مواسم سابقه، انا بتكلم حضراتكم على الموسم الحالي وبالورقه والقلم والمواقف متسجله، ويمكن هنتكلم النهارده على واحده منهم مؤثره بشكل كبير جدا، وكانت مؤثره في لحظات كتيره جدا على نتائج مباريات تعرض النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه او بسبب اخطاء الفار انه يخسر نقاط. والجديد في الموضوع اللي بنسمعه اليومين دول كمان انه بيتم تفويت المباريات للنادي الاهلي من قبل رؤساء انديه او من قبل اجهزه فنيه او من قبل فرق بعينها، وده اعتقد امر خارج عن السياق. يعني ايه المبرر؟ أنا عايز في النهاية أوصل إنه إذا كنت أنت بتحاول إنك أنت تنفي عن النادي الأهلي قوته، وإذا كنت أنت بتحاول تنفي عن النادي الأهلي قدراته الكبيرة جدا، تعالى أخدك كده في كشف حساب، مش هقول لك لسنين وتواريخ بعيدة جدا، لا، في 8 شهور فاتت. الأهلي لعب مين وعمل إيه؟ الأهلي لعب الوداد بطل المغرب وواحد من أقوى فرق القارة الأفريقية، وقدر يكسبه على ملعبه. كسبه ذهابا وإيابا. ولعب نادي الزمالك نفسه في نهائي دوري الابطال، وقدر يحسم نهائي القرن زي ما سموه كده ويفوز بدوري ابطال افريقيا. وقدر يكسب الترجي اللي كسب الزمالك بالمناسبه ذهابا وايابا، قدر يكسب الترجي على ملعبه وفي القاهره. وقدر يكسب سان داونز المصنف كواحد من افضل فرق القاره الافريقيه ويتخطاه عشان يوصل للدور قبل النهائي. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو كسب الدحيل القطري، الفريق اللي متكلف ومصروف عليه مليارات، واللي بسببه الحقيقه كان في كلام كتير جدا على فكره الميزانيات وعلى فكره الانفاق، وقدر يكسبه على ارضه وفي ملعبه. وكسب بالميراس، فريق بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، ومحدش اتكلم عن فكره. يعني هل من الممكن انه الكاف او انه الفيفا يتامر لصالح النادي الاهلي؟ هل من الممكن انه الفرق اللي بالحجم الابطال دول، ابطال المغرب وتونس وجنوب افريقيا والبرازيل، يفوتوا للنادي الاهلي؟ وبالتاكيد النادي الاهلي مش محتاج تفويت. كان الحقيقه يمكن يعني يتقال في 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 اللحظه دي، اذا كان اللي بيتكلم مجنون فاكيد انه اللي بيستمع عاقل. نروح لحلقه النهارده ونفكر حضراتكم طبعا بعد مباراه اكتر من رائعه تالق فيها النادي الاهلي، وشاهدت الحقيقه اكتر من لقطه مبهره ومطمئنه، هنتكلم عليهم طبعا بكل التفاصيل. بس خليني اقول لحضراتكم انه من النهارده هيكون في سؤال موجود على صفحات السوشيال ميديا الخاصه بالنادي الاهلي، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام،
مطلوب من حضراتكم تشاركوا، والمشاركات الحمد لله كل يوم بتزيد. مين افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الاهلي ومصر المقاصه الاخيره؟ وطبعا هنعلن يعني على حسب وقت حلقه النهارده، هنعلن نتيجه اخر مباراتين، هنشوف وقتنا هيسمح بده ولا لا. عندنا كلام كتير جدا على رحله الاهلي للمغرب ان شاء الله واستعداداته لمواجهه كايزر تشيفز. قبل ما ندخل في كل التفاصيل تعالوا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا خلينا نتفق انه اداء امبارح كان اكتر من رائع، وانا في كل مباراه من اربع ماتشات اللي لعبهم نادي الاهلي بعد ما رجعنا فتحنا ملف الدوري مره ثانيه كنت بشوف انها فرصه انك انت تجهز وتطمن على لعبتك. خليني اقول لحضراتكم طبعا احنا هنتكلم على ماتش على الفتره اللي فاتت بكل مكاسبها اهمها وابرزها طبعا القوة الهجومية الكبيرة النادي الاهلي في المباريات الاخيرة. الاهلي احرز من اول ما رجعنا للدوري 12 هدف، فده دي الى حد ما واحدة من اهم الاستفادات من الماتشات الاربعة اللي بعتبر ان هم كانوا فرصة كويسة جدا للتجهيز لمواجهة كايزر تشيفز. طيب بمناسبة كايزر تشيفز النهاردة الفرقة راحة، بكرة ان شاء الله يرجعوا التمرين وبعد كده يسافروا بقى ان شاء الله تبدا رحله المغرب، طياره خاصه برئاسه طبعا بعثه برئاسه كابتن محمود الخطيب عشان نبدا استعدادنا لمواجهه كايزر تشيفز في المغرب. هيشرفنا دلوقتي على التليفون معالي السفير اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب، نتكلم معاه طبعا على التحضيرات والاستعدادات لاستضافه المباراه. معالي السفير بشكر وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. اهلا بيك واهلا بالمشاهدين. اهلا بحضرتك. خليني اتكلم بدايه عن الاجواء في المغرب والاستعدادات فيما يتعلق باستضافه المغرب طبعا لنهائي دوري الابطال الافريقي اللي هيجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز. طبعا يعني هي الاجواء طبعا في اهتمام بالمباراه بما ان هي يعني نهائي البطوله الافريقيه، طبعا الاهتمام اقل طبعا مما يعني كان متوقع طبعا الوداد خرج طبعا كايزر، لكن الاهتمام ما زال موجود طبعا، البطوله بتقام على ارضهم. فيعني في اهتمام من الناحيه الاعلاميه واهتمام بالجماهير. طب خلينا نطمن كمان على الوضع الوبائي في المغرب، احنا عارفين دايما والمغرب من الدول دايما عندها تخوفات من فيروس كورونا، الوضع ايه هناك؟ وهل في تفكير في السماح باي نسبه حضور جماهيري للمباراه النهائيه ولا لا؟ لا الحقيقه هو يعني مساله حضور الجماهير لم تطرح من الجانب المغربي خالص، يعني في البدايه كان واضح ان هو في رفض لوجود جماهير بغض النظر عن الحاله الوبائيه. ايوه المغرب يعني من الدول اللي هي فعلا عندها دايما حريصه جدا على انه ما ينتشرش الوباء، اجراءاتهم حتى من بدايه الجائحه كانت قويه جدا وما زالت، حصل طبعا تخفيف شويه لكن ما زال طبعا هم حريصين جدا انه يتخذوا كل الاجراءات والاحتياطات عشان ما ينتشرش الوباء. طيب تكلمنا شويه معالي السفير عن دور السفاره المصريه وتحضيراتها ومستوى التنسيق مع النادي الاهلي فيما يتعلق طبعا بوصول النادي الاهلي للمغرب وتفاصيل الخاصه باستعداداته للمباراه النهائيه. طبعا يعني احنا الاهلي مش اول مره يجي، يمكن طبعا من يعني الاربع سنين اللي فاتوا من وقت يعني انا وصولي للمغرب. طبعا السفاره دايما بتبقى مستعده لاي فرقه مصريه سواء فرق بتلعب في بطولات افريقيا او فرق قوميه، لان ده طبعا جزء من شغلنا، وطبعا بنبقى سعيدين بوجود اي فرقه مصريه وخاصه يعني دايما فرق مصريه بتشرفنا وخصوصا طبعا الاهلي. دي تاني نهائي للاهلي هنا من وقت وجودي، والسنه اللي فاتت كان السيمي فاينل للاهلي مع الوداد. مظبوط بالظبط كده. فطبعا احنا مستعدين، في تواصل دايما يعني مع النادي الاهلي، كان من البدايه الحقيقه كان في تواصل مع كابتن محمود الخطيب، كان في تواصل مع كابتن سمير عدلي يعني في بدايه الترتيبات، والنهارده انا كنت تواصلت برضه مع كابتن محمود الخطيب عشان قبل وصولهم بكره عشان نشوف برضه كل الامور تبقى ماشيه في نطاقها الطبيعي وكل شيء يمر تمام وبسلام يعني ان شاء الله. ايه نوع احنا مستعدين طبعا بالتاكيد ما فيش شك في ده، بس برضه مهم نعرف ايه نوع الـ مش عايز اقول تحديات، خليني اقول الصعوبات اللي ممكن تكون هتواجهها فرقه النادي الاهلي، ودور طبعا حضرتك معالي السفير ودور السفاره المصريه في التعامل مع العقبات او الصعوبات دي. يعني انا الحقيقه الامور لحد دلوقتي كلها ماشيه يعني تمام، ما فيش اي صعوبات ما فيش اي معوقات، يمكن النقطه كانت الاساسيه هي التصريح بتاع الطياره ده ما فيهوش مشكله، والامور كلها الحمد لله ماشيه بسلاسه.
وان شاء الله يعني ما يكونش في عقبات، ولو في اي حاجه احنا موجودين يعني احنا بتواصلنا مع الجانب المغربي سواء من الجانب الامني، الجانب التنظيمي مع الاتحاد المغربي، كل الامور يعني ان شاء الله تتحل ما تبقاش في اي مشاكل ان شاء الله. هل فيما يتعلق بانه يكون في فقاعه طبيه، واحنا يمكن كان في كلام من قبل المغرب انه هيكون في فقاعه طبيه قبل المباراه او قبل ميعاد المباراه بثلاث ايام، هل تم التعامل مع الموضوع؟ هل فيما يتعلق بمكان اقامه او فندق اقامه النادي الاهلي، اماكن التدريب، كل ده تم الاتفاق عليه ولا لسه يعني في الايام القادمه لا منتظر انه كله متفق عليه؟ طبعا الفقاعه دي يعني كان احد الشروط قبل حتى يعني ما بتاع في مصر حطوها في القائمه بيه، اللي هو المفروض القادمين لو مش عاملين تطعيم بيعملوا حاجه ل 10 ايام، انما هذا الامر كان متفق عليه بغض النظر عن احنا في مجموعه بيه او الف، انه ايوه الفرق الرياضيه بتعمل فقاعه لمده 4 ايام مش ثلاثه، 4 ايام يعني من وقت وصول النادي الاهلي ليوم المباراه، وده تمام. بينطبق على الفرقتين وانطبق قبل كده على حتى فرق رياضيه اخرى كانت بتلعب بطولات الكره الشاطئيه وغيره يعني. فدي هي يعني الاهلي هينزل في الفندق يروح التدريب يرجعوا على الفندق ولغايه يوم ان شاء الله، فده ده متفق عليه من البدايه، واعتقد انه يعني ما بيشكلش مشكله للفريق لانه الفريق تركيزه الاساسي في التدريب والمباراه يعني. الجاليه المصريه في المغرب بعتبر بعتقد يعني عددها كويس، يعني عندنا اعتقد جاليه مصريه في المغرب، وهل في ترتيبات بينها وبين السفاره او السفاره بتنسق فيما يتعلق باي حاجه ليها علاقه بالمباراه، ولا ده شيء بعيد عن الدور اللي بتقوم بيه سفاره مصر في المغرب؟ لا طبعا احنا عاده بننسق مع الجاليه بالنسبه في الاوضاع الطبيعيه طبعا، لان الجاليه بتحب تحضر تكون نهائي يعني قطاع عامه يعني كل الاهلي او اي فرقه مصريه الجاليه بتحب طبعا تروح تشجع، تبقى مناسبه وعيد طبعا. الاهلي بيلعب نهائي في المغرب، بالتاكيد ان الجاليه المصريه كلها كانت تحب تحضر. طبعا حصل تواصل مع الجاليه وتساؤلات من الجاليه لحضور المباراه، لكن للاسف طبعا زي ما قلنا كان قرار الحكومه المغربيه انه ما يكونش في جماهير. انما يعني الجماهير اعتقد او الجاليه المصريه اكيد هتكون بترحب بالاهلي في مكان اقامته ان شاء الله. شعورك الشخصي يعني ده رايك طبعا وحضرتك يعني حر فيه، بس يعني انت احساسك الشخصي الجماهير في المغرب، وسائل الاعلام المغربيه متعاطفه اكتر ومؤيده اكتر للاهلي ولا الكايزر تشيفز؟ لا مؤيده اكتر للاهلي بالتاكيد. للاهلي ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفير اشرف ابراهيم، طبعا سفير مصر في المغرب، وكل التحيه لطاقم العمل في سفاره مصر هناك، وبالتاكيد طبعا والتنسيق الملف المباراه اتفتح من فتره طويله، وان شاء الله باذن الله بعثتنا توصل بكره، وما عنديش شك طبعا انه السفاره بالكامل وفي مقدمتها طبعا السفير اشرف ابراهيم هيكونوا في ظهر النادي الاهلي لحظه بلحظه وصولا للحظه المباراه ان شاء الله. اعتقد انه الظروف مهيئه بشكل كبير من ناحيه تنظيميه، يعني يكون في مباراه على اعلى مستوى، وكل التوفيق للنادي الاهلي. طيب قبل ما نروح طبعا كلنا تابع، العالم كله تابع امبارح نهائيين على اعلى مستوى، بنتكلم على نهائي كوبا امريكا البرازيل والارجنتين، واللي نجحت فيه الارجنتين في حسم اللقب للاول مره بقياده ميسي، وكمان عندنا النهائي اللي يمكن كان بحكم التوقيت نمره واحد وبحكم متابعه البطوله نمره اثنين كان الاكثر شعبيه واكثر متابعه في مصر، وكان واضح انه الجماهير في مصر هنا متعاطفه بشكل كبير جدا مع الطليان. دكتور وليد الحديدي طبعا لو بيتابعني دلوقتي هيبقى في منتهى السعاده لغايه لما قبل يوم الاربع، لكن ايطاليا قدرت انها تحسم لقب في مفاجاه. ايطاليا منتخب كبير، منتخب عريق، ما عنديش شك في ده، لكن ما كانش متوقع ابدا اساسا انه يوصل حتى المباراه النهائيه، مش بس انه يحسم اللقب، لكن ده بيقول حاجات كتيره جدا يمكن هنتكلم فيها بالتفصيل. في لقطه امبارح حابب اقف مع حضراتكم قبل ما اتكلم على ماتش الاهلي ومقصب بشكل مفصل مع ضيفي طبعا كابتن فتحي مبروك، اللقطه الخاصه بالهدف اللي احرزه محمد شريف واللي تم احتسابه اوفسايد، يمكن اللقطه دي هتظهر لحد، هي دي الكره اللي انا بتكلم عليها، وارجو انه حد يعني احنا طبعا بنتكلم على اخطاء الفار اللي في وقت من الاوقات وفي ماتشات كتيره جدا كلفتنا خساره نقاط، يمكن في ماتش امبارح ناس تقول انه الغلطه ما كانتش مؤثره، انا بشوف الحقيقه انها مؤثره وبشد، وهقول لحضراتكم ليه. اللقطه دي ويمكن الساده المخرجين يعرفوا كويس جدا انه الفريم الواحد في تقنيه الفار ممكن يغير حكم حكم القرار حكم الفار،
يعني ايه؟ يعني الكره لما بتطلع من هنا كان مجدي قفشه للاعب الكره لمحمد شريف، الكره لما بتطلع من رجل محمد مجدي قفشه لمحمد شريف دي ممكن من فريم لفريم تغير وضع شريف من التسلل. وبالتالي اللقطه دي زي ما حضراتكم شايفينها كده، دي اللقطه اللي طلعت فيها الكوره، في اللقطه دي محمد شريف ما كانش اوف سايد. النتيجه خلصت لصالح النادي الاهلي بهيفي سكور، شيء عظيم جدا. الغلطه ما كانتش مؤثره في نتيجه اللقاء، شيء عظيم جدا. لكن اللقطه كلفت النادي الاهلي، كلفت النادي الاهلي. اللقطه كلفت محمد شريف، كلفت محمد شريف. وتعالوا نتكلم، محمد شريف دلوقتي بيتساوى مع احمد ياسر ريان في صداره ترتيب هدافي الدوري المصري. الجون ده لو كانت حسب لمحمد شريف كان يخلي محمد شريف ينفرد بصداره الترتيب، وكان يعزز من فرصه في تحقيق لقب الهداف. يفرق مع شريف في ايه؟ يفرق مع شريف ويفرق مع النادي الاهلي. قياسا على نجم بحجم محمد صلاح اللي وصلت النهارده قيمته التسويقيه لحوالي 100 مليون يورو. محمد صلاح استمد القيمه التسويقيه دي مش من وجهه نظر الناس وهي قاعده كده على الكرسي بتقول والله محمد صلاح لعيب كبير جدا ولعيب سريع جدا ولعيب موهوب جدا، لا، ارتبطت قياسا بالارقام اللي حققها كهداف للدوري الانجليزي على مدار موسمين، ووصيف للهداف هاري كين على مدار موسم، ونتيجه تحقيقه مع ليفربول لبطوله الدوري ولبطوله تشامبيونز ليج. يعني التقييم والتسويق مرتبط بالانجازات، ده ممكن يكلف جدا النادي الاهلي ويكلف محمد شريف خساره لقب الهداف، ويقلل من فرص النادي الاهلي في قدرته على التفاوض اذا فكر في يوم من الايام انه يستغل محمد شريف، او لو اتيحت لمحمد شريف فرصه الاحتراف الخارجي ياثر بشكل من الاشكال. هي غلطه صغيره لكنها في النهايه تبقى مؤثره، وده الكلام اللي احنا دايما بنحاول ناكد عليه. على كل الاحوال الفار ملفه الحقيقه كبير جدا، ويمكن ونتمنى ان احنا ما نحتاجوش وقت اللزوم، لكن وقت اللزوم هيكون فيه لحظه حساب. خلينا نروح لفاصل نرجع بعده نتكلم على مباراه النهائي اللي جمعت بين انجلترا وايطاليا واللي توجت فيها ايطاليا بلقب يورو 2020، بس بعد الفاصل. بقد ما كانت ليله حزينه للانجليز فكانت زي ما حضراتكم شفتوا كده فرحة هستيرية بالنسبة للطليان بالتتويج ببطولة اليورو. والإيطاليان يعني الحقيقة مجانين كورة زي ما حضراتكم عارفين، شبهنا شوية يمكن في الحتة دي، الشعب كله الحقيقة وهي دي كرة القدم، يعني في قدرة إنها تفرح شعب بحاله. حتى الناس اللي ما بتشجعش كورة واللي مش مهتمة بكورة بتعيش حالة فرحة كبيرة وبتوحد الصفوف بشكل كبير جدا، وده اللي انتم شايفينه في مشهد من أحد ميادين إيطاليا امبارح بعد تتويج إيطاليا في مفاجأة مش هقول من عيار التقيل ولكنها لم تكن متوقعة. هيشرفنا في السادسة خافيير جاكوبيلي رئيس تحرير توتو سبورت الإيطالية، نتكلم معاه طبعا على فوائد بالجملة الحقيقة الكرة الإيطالية من نتيجة تتويجها في البطولة امبارح على حساب الإنجليز. طبعا بداية أهلا بك على شاشة النادي الأهلي، وببارك لك طبعا على فوز إيطاليا وتحقيقها للقب يورو 2020. مساء الخير على الجميع، مساء الخير لجمهور الاهلي، وشكرا لقناه الاهلي على توجيه الدعوه لجاكوبيلي للظهور على شاشه قناه النادي الاهلي، نادي معروف في ايطاليا ومعروف في اوروبا. شكرا لكم على توجيه الدعوه لي، فخر لي الظهور على قناه النادي الاهلي، وشكرا على التهاني للمنتخب الايطالي. ايطاليا صنعت المجد بالامس، وشكرا لكم على توجيه الدعوه لي. الحقيقه يمكن مش الطليان بس اللي كانوا واقفين في ظهر منتخب ايطاليا، لكن جزء كبير جدا من جماهير الكره في مصر امبارح كانت بتشجع ايطاليا. خليني الاول ارجع بيك فلاش باك 24 ساعه قبل بدايه البطوله، هل انت شخصيا كنت متوقع وصول ايطاليا لمنصه التتويج؟ في حقيقة الأمر أنا كنت أنتظر بطولة كبيرة من إيطاليا، الفوز بالبطولة شيء آخر، لكن إذا كنت تريد السؤال لن أنتظر فوز إيطاليا بالبطولة وتقديم هذا الأداء، لكن كانت لدي ثقة كبيرة في مانشيني وثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين الذي يقدمهم روبرتو مانشيني والذي قدمهم مانشيني إلى العالم وكل أوروبا. مانشيني وصل إلى إدارة الفريق في 2018 بعد الخيبة الأمل الكبيرة بعد كأس العالم وعدم تؤهل جامباولو فينتورا، وقام ببناء فريق عظيم بقيادة بونوتشي وكيليني وكييزا ودوناروما الذي أظهر مدى قوته.
الذي لديه فقط 21 عاما وقد شاهدنا ماذا فعله بالامس دوناروما، لكن كنت متفائل بهذه المجموعه. بالاضافه طبعا لتحقيق اللقب، بعتقد ان الكره الايطاليه بشكل عام على مستوى اللاعبين على مستوى الانديه هتحقق مكاسب كثيره جدا من وراء تحقيق لقب يورو 2020. من وجهه نظرك اهم المكاسب دي؟ ما أريد أن أقول لك شيئا هام جدا، الكرة الإيطالية تبقى الأعظم وتبقى الأفضل، لم نخسر مكاننا، هي كانت مسألة مشاكل اقتصادية وأشياء كثيرة حدثت في إيطاليا أثرت على مكانة الدوري الإيطالي والكرة الإيطالية. وأنا أقول لك من خلال قناة الأهلي وبعد انتهاء اليورو، فوز إيطاليا في البطولة سيعيد إيطاليا إلى الواجهة وسنكون في الأيام القادمة على افضل حال. هاجي للنقطه دي، لكن على مستوى اللاعبين على سبيل المثال اعتقد انه ممكن دي تكون او تتويج ببطوله اليورو ممكن يكون بمثابه فتح بوابات الدوريات الاوروبيه امام اللاعبين الايطاليين، وبالتاكيد انت عندك اخبار عن فكره مفاوضات عدد كبير من من انديه اوروبا مع عدد من نجوم المنتخب الايطالي، منهم كيازا، منهم انسيني، منهم باريلا، يعني كتير من الاسماء تم تداولها في الفتره الاخيره انها في سبيلها الاحتراف في دوريات غير الدوري الايطالي. هاما جدا، ايطاليا قدمت العديد من اللاعبين، ايطاليا قدمت العديد ونتيمينو ميستر، ايطاليا قدمت العديد من اللاعبين ونتيمينو كستو فاتشيندو تراديزيوني. لاعبين وقد شاهدنا توتي وديل بيرو، الان يجب ان تشاهد كييزا وانسيني وباريلا، مانسيني قدم العديد من اللاعبين، واقول لك بالفعل اليوم الصحافة تتحدث عن بعض العروض والعروض الكثيرة للاعبي ايطاليا. يمكن من الاسباب اللي بيتهيألي ساعدت مانشيني على تحقيق الهدف والفوز باللقب انه خاض البطوله بدون ضغوط، ما كانش فيه توقعات بوصول المنتخب الايطالي لغايه النهائي. هل تتوقع انه المعادله دي ممكن تتغير واحنا على بعد يعني شهور بسيطه من كاس العالم، وهل من الممكن انه يبقى في مطالبات النهارده من الصحافه الايطاليه وسائل الاعلام في ايطاليا والجماهير الايطاليه لمانشيني بتحقيق لقب كاس العالم؟ الحديث عن كاس العالم امر مبكر جدا، فرنسا وبلجيكا واسبانيا تبقى دائما منتخبات عظيمه وكبيره، لكن اقول لك ان بالطبع هذه المجموعه مجموعه كبيره وستكتب تاريخ اخر لايطاليا. بالنسبه للانديه الايطاليه المردود الخاص بفوز ايطاليا او تحقيقها للقب يورو 2020 على الانديه الايطاليه اللي افتقدناها حتى في ما يتعلق بالمنافسه على البطولات الاوروبيه، هل تتوقع ان يبقى في مردود ايجابي؟ هل تتوقع انه تزداد قدره الانديه الايطاليه على المنافسه على الالقاب الاوروبيه؟ يجب ان ننتظر الميركاتو، سوق الانتقالات هذا العام سيكون ساخن جدا في ايطاليا، وهذا على حسب كل فريق والانتدابات التي سوف ينتدبها. اليوفي عاد الى دوري ابطال اوروبا والانتر سيكون قوي هذا العام، لكن على حسب الميركاتو وعمل كل فريق. كلمني على الصفقات المنتظره فيما يخص تشكيله المنتخب الايطالي، الكلام عن مفاوضات ريال مدريد مع سبيناتزولا طبعا قبل الاصابه، الكلام على اهتمام اكثر من نادي بنجم منتخب ايطاليا انسيني، الكلام على انتقال كييزا لبايرن ميونخ وغيرهم من اللاعبين. سبيناتزولا لاعب في روما ومورينيو رفض قطعا التفريط في سبيناتزولا، اعتقد ان مفاوضات كثيره جدا مع لوكاتيلي، اليوفي يريد لوكاتيلي وارسنال تدخل في الصفقه بطريقه كبيره جدا، ارسنال قد يفوز بلوكاتيلي اذا لم يفوز باليوفي. يهمني كمان كنت سمعت من الزملاء انك ليك تعليق على لوجو قناه النادي الاهلي او لوجو النادي الاهلي. في بدايه الامر يجب ان نهني الاهلي المصري لانه فريق دولي وفريق عالمي، ليس فريق فقط معروف في مصر وافريقيا. اقول لك وانا مدير التوتو سبورت اعرف الاهلي جيدا،
الدوري المصري قد فاز به العديد من المرات، وتسع دوري ابطال اوروبا، وانتظر النهائي 17 يوليو في المغرب. لكن انا معجب بشعار النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي ونسر الاهلي يفكرني او بنسر لاتسيو الفريق الثاني في روما. وعندما اشاهد نسر الاهلي اعتقد ان الاداره كانت حكيمه في اختيار هذا اللوجو، ليست الاداره الحاليه اقصد، لكن من انشا النادي واختار له نسر الاهلي قد وفق في هذا الاختيار، لان نسر الاهلي شيء لن تجده في العالم كثيرا غير في لاتسيو وبنفيكا. واعتقد ان الكره المصريه قدمت العديد من اللاعبين كمحمد صلاح وكوكا، وانا اشاهد واقدم التهاني لمحمد صلاح من خلال قناه النادي الاهلي، لان صلاح يقدم عمل كبير لمصر وهو فخر لمصر والمصريين. خافيير جيكوفيلي رئيس تحرير توتو سبورت، بشكرك على وجودك معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه، وكل الحقيقه يعني بنبارك لكم طبعا في ايطاليا على تحقيق المنتخب الايطالي لبطوله اليورو، وتبقى الكره الايطاليه ليها مكانه خاصه جدا في قلوب الجماهير المصريه. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه مع ضيفنا كابتن فتحي مبروك، نتكلم اكتر عن النادي الاهلي ونتكلم اكتر عن المباراه طبعا والمواجهه المنتظره يوم 17 ان شاء الله هتجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال، بس بعد الفاصل. طبعا نجم كبير واسم كبير ومشوار طويل الحقيقه ونجاحات كتير مع النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدير فني، يسعدنا طبعا ويشرفنا ان يكون كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي السابق طبعا ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن فتحي. مساء الخير يا ابو احمد، ازيك حبيبي؟ طب كنت قلت لي يا كابتن فتحي كنت اتشيكت النهارده وانا سعيد. انا مش قد الشياكه، انا باجي بقى حسب الظروف. يعني انت مالك الشياكه برضه؟ تنور الدنيا يا كابتن، شايفك وانا قاعد بره مالك الشياكه. تنور الدنيا والله، تنور الدنيا. سعيد اني معاك وسعيد طبعا برنامج السادسه، وان شاء الله كده تبقى حلقه جميله يعني تسعد الجماهير الاهلي العظيمه ان شاء الله، وتبقى بشر خير ان شاء الله قبل اللقاء الاهم في الموسم ده. مش عارف، خليني ابتدي معاك من الحته دي، هي حاجه تطمن وحاجة تخوف في نفس الوقت. جمهور النادي الأهلي، أنا بتكلم هنا بلسان الجمهور، حاسس إنه النجمة العشرة قريبة إن شاء الله، حاجة تطمنك وتحسسك إنك قريب من البطولة، وتخوفك برضو فيما يتعلق بفكرة الاستعداد والحالة النفسية والذهنية للاعبين. مش عارف تتفق مع أنهي رأي من الاثنين؟ لا لا، بص أنا يعني أنا أتفق يعني أتفق إن إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي هيحرز العشرة إن شاء الله بإذن الله. برضه بنتكلم بواقعية، يعني بنتكلم بواقعية، النادي الأهلي في مشواره حتى في الدوري ماشي كويس، في مشوار الأفريقي ماشي كويس جدا، في مشوار حتى الفاينل إن شاء الله يوم السبت مع كايزر تشيفز. خلينا برضه هتكلم فنيات. يعني النهارده لو يقلقني فرقة من شمال أفريقيا دي تقلقني، ولكن كايزر تشيفز ما اتفرجنا عليه حتى مع الوداد البيضاوي المغربي، التسعين دقيقة بيلعب ديفنس في منطقة ال 18. 180 والله يا انا بقول لك 180، حتى الماتش اللي كان في جنوب افريقيا 180 دقيقة. هو غالبا بيمتاز المدير الفني بتاعهم، بيمتاز بالشق الدفاعي كويس جدا جدا، وده بيمتلكه فريق كايزر تشيفز. النادي الاهلي عنده الحمد لله المقاومات، عنده الاساليب اللي يقدر يضرب بيها حتى هذا التكدس وهذا العدد الكتير اللي بيلعب بيه تسعه، في يمكن تسعة حوالين ال 18. النادي الاهلي عنده الاساليب وعنده الجناب بتشتغل كويس، عنده اختراقات كويسه، عنده ناس فيها سرعات كويسه. النادي الاهلي ان شاء الله يستثمر كل هذا ويقدر يحرز اللقب العاشر ان شاء الله. دي واحده من النقط الايجابيه اللي كنت بتكلم فيها، انه يعني احنا كنا طبعا باصين للاربع ماتشات اللي لعبهم النادي الاهلي بعد ما تاهل للنهائي على انها فرصه لاستعاده القدره على المنافسه على الصداره مره ثانيه، وانك انت تحتل صداره الترتيب، لكن كان جزء كمان منها انت بتطمن على فرقتك وعلى مدى جاهزيتها لنهائي دوري الابطال. واحده من النقاط الايجابيه اللي لاحظناها هي قدرات الاهلي الهجوميه وقدرته على التهديف. هنتكلم على اربع ماتشات ب 12 هدف، اثنين في بيراميدز، اثنين في المقاولين، اربعه في سموحه واربعه امبارح في المقصه، وهتكلم معاك شويه عن المقصه امبارح، تقييمك ليها، شايف ده مردوده ايه، وايه اللي ممكن تكون كمان استفادات تانية بالاضافه للقدره التهديفيه بالنسبه لا للنادي. المؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، مؤشر النادي الاهلي نادي بطوله، نادي بطوله النهارده حتى المباراه المؤجله بيلعب عشان يكسب الثلاثة بونت، فلازم اي مدير فني النهارده مثل موسيماني والجهاز الفني اللي معاه انه بيلعب بشق النهارده شق هجومي لازم عشان يكسب، لان لو خسر بونت او بنتين او تعادل او في هزيمه لا قدر الله برضه بتقلق الجماهير. ولكن الحته الشق الهجومي ده بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه ايضا لجماهير النادي الاهلي، بيدي ثقه للجهاز الفني ان دائما النادي الاهلي قادر على احراز الاهداف في اي وقت،
وخصوصا في المباراة المؤجلة. مؤجلة لازم يبقى النهاردة النادي الأهلي يكسب هذه الثلاث نقاط. النادي الأهلي الحمد لله عنده عناصر كلها مميزة. عنده حسين الشحات، عنده محمد شريف، عنده كهربا، عنده كل الناس، عنده مروان، عنده مين تاني، عنده لعيبة كتير جدا. صلاح محسن يعني عنده كل اللعيبة، عنده قفشة، كل اللعيبة بتقدر تسجل من خلال الشق الهجومي. فالشق الهجومي للنادي الأهلي يعني حتى في كل المباريات تلاقي النادي الاهلي دائما في خطوره على مرمى الفريق المنافس، لان زي ما قلت لك عنده الجراءه، لجنه بتشال كويس، عنده النهارده زياده عدديه حتى في خط ال 18. فكل هذه الامور النادي الاهلي بيستثمرها في احراز الاهداف، وبيحرز 12 هدف في اربع مباريات، ده معدل تهديفي كويس جدا لهجوم النادي الاهلي. طيب خليني اكلم حضرتك على ماتش امبارح على وجه التحديد. ازاي شفت اداء النادي الاهلي؟ كنت بتكلم على فكره انه ممكن يبقى تفكير الجهاز الفني او حتى احساس اللعيبه بما انك انت جبت جون او جبت اتنين، انك ما تبذلش مجهود، ما تعرضش نفسك لاصابه، ما تعرضش نفسك لحاله اجهاد عشان تبقى جاهز لمباراه النهائي بتاع دوري الابطال. لكن ده ما شفناهوش. الاهلي بيجيب جون، بيجيب التاني، عنده اصرار على التالت، بيلعب لغايه اخر ثانيه على الرابع وكانه ما سجلش طول المباراه. بص، النادي الاهلي دائما عنده مقاومات، دايما للفوز. الفوز سواء الشوط الاول طلع 1-1 النادي الاهلي، بعد كده احرز، ما عندوش بقى ان هو يستثمر ان كسبان 2-1 هستثمر النهارده كفايه قوي على، لا، النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لك تطوير اداء وتطوير الشق الهجومي وتطوير ايضا ان يسجل اهداف. النادي الاهلي كان ممكن يكسب 6 امبارح المقص، كان ممكن يكسب 6، ممكن يكسب 7. فتطوير الشق الهجومي ده مهم جدا جدا، لان برضه خلي بالك الفرق المنافسه، الفرق المنافسه برضه بتبقى عامله حسابات للنادي الاهلي. ما يجيش يقول لك النادي الاهلي كسبان 2-1 ده النهارده بيعمل عمليه استحواذ، النهارده بيضاع، لا. النادي الاهلي دائما نادي كل ما بيحرز كل ما الفرق المنافسه بتبقى قلقه جدا من هجوم النادي الاهلي اللي بيسجل 12 هدف في 3 مباريات. طيب امبارح في لقطتين او 3 محتاج اقف معاهم شويه مع حضرتك واسمع رايك فيهم. اللقطه الاولى مرتبطه بمحمد شريف. محمد شريف كله الحقيقه شافه مهاجم واعد جدا، عنده قدرات تهديفيه كبيره جدا، ارقامه بتقول ده. وكان الكلام في الفتره الاخرانيه على فكره انه يكمل او يشتغل على نفسه خصوصا في العاب الهواء. محمد شريف امبارح في ماتش المقصه بيجيب هدفين بضربات راسيه، منهم هدف يمكن هنشوف لقطه احنا مجهزينها لحضرتك عمل فيها. انا بشوف انه التيك اوف اللي عمله محمد شريف اجمل بالظبط كده. انت عرفت هم قالوا لك؟ انا عرفت انت عايز ايه. لا حقيقي نفس لقطه احنا يمكن مجهزينها، نفس لقطه رونالدو، القدره على انك انت تاخد تيك اوف وانك انت بتثبت في الهواء لمده اجزاء من الثانيه وبعد كده بتخلص الكوره. ازاي شفت القدرات دي بالنسبه لمحمد شريف؟ بص، في حاجه مهمه جدا، حاجات في اداء محمد شريف. اولا هو عنده سريع، ذكي جدا في تحركاته، اذا كان هناك تنميه لضربات الراس فانا شايف ان اللقطه اللي قدامي دي او الهدف اللي سجله هدف رائع. لان اولا التايمنج الطلوع نفسه تايمنج كويس جدا، في باور. ما هو النهارده لو في باور النهارده في رجليك، النهارده التكوف بتاعك بيبقى عالي. فالنهارده في باور، النهارده لازم يكون بيشتغل على الحاجات دي. لازم يكون بيشتغل في التقويه، لازم بيكون بيشتغل يعني النهارده العاب الهواء دايما بتبتدي تاسسها من عضلات الرجلين. النهارده الرجلين هي اللي بتديك الحركه دي. فهو قطعا الفتره اللي فاتت دي استفاد من الحته دي، واستفاد ان هو ما بيجيبش اهداف بالراس فاستفاد. وده ذكاء لعيب، ذكاء لعيب بيبقى عنده نقص في حاجه معينه، بيشتغل بقى كلها حاجات انديفيدوال. ممكن يجيب النهارده اي حد من الجهاز الفني يشتغل مع الحاجات الانديفيدوال دي بعد التمرين، ودي بتبقى رغبه لعيب واراده لعيب. عشان كده دائما في تحسن في المستوى. الحاجه اللي كانت ناقصاه النهارده بيسجل في المقص هدفين براسه امبارح، وهدف رائع زي ما قلت لك، زي رونالدو كده ما بيطلع بيبقى طالع فوق اي ستوبر بمتر كده ولا حاجه. فدي طبعا ميزه كويسه جدا في اداء محمد شريف. وزي ما قلت لك هو لعيب بيستثمر وجوده في النادي الاهلي، وبيستثمر ايضا امكانيات اللعيبه اللي حواليه. النهارده يكون هداف النادي الاهلي مفيش شك. ويمكن حضرتك كنت بتتكلم انه النهارده الاهلي بيضم عدد كبير جدا من الاسماء المستواها مميز جدا، لكن يهمني كمان اخد رايك في تطور مستوى جماعيه الاداء مع النادي الاهلي طبعا في الفتره الاخيره، وخصوصا في الاربع ماتشات الاخيره. ازاي بتشوف تطور التيم ورك او الجماعيه وحاله الانسجام يعني التناغم بين الفرقه؟ هي بترجع لسببين. اولا السبب الاول مستر موسيماني، التشكيل بيبقى فيه ثبات، ودي مهمه جدا. التشكيل بيبقى فيه ثبات
اللعيبه خلاص بتبقى حافظه بعض، اللعيبه دائما بتبقى عارفه النهارده لو علي معلول طلع مثلا صلاح محسن اتحرك ناحيه الشمال، حسين الشحات اتحرك، كل هذه الامور بتدي النهارده كل اللعيبه بتبقى عارفه ايه المطلوب. النهارده الاوفرات اللي بتتلعب من الجناب، مين اللي داخل عرضه القريب، مين اللي داخل عرضه البعيده، مين داخل في الوسط، مين النهارده بره ال 18، كل دي الحاجات دي الحمد لله ساعدت النادي الاهلي يبقى تهديف، نسبه تهديف عاليه جدا. استحواذ، النادي الاهلي بيمتلك القدرات الفنيه والفرديه بالذات في عمليه الاستحواذ، يعني كل اللعيبه حتى من خط الظهر عندهم النهارده ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، بدر بنون، حتى رامي ربيعه، اكرم توفيق، كل الناس اللي بتمتلك القدرات النهارده بتقدر تبني هجمه. فالنادي الاهلي عنده الحمد لله عنده لعيبه في وسط الملعب برده على قدر كبير جدا، من عمليه الاستحواذ، من عمليه التمرين، من عمليه ايضا الرؤيه الاماميه. يعني تلاقي عمرو السوليه، تلاقي ديانج، تلاقي حمدي فتحي، تلاقي كلهم عندهم رؤيه، قفشه، تلاقي عندهم رؤيه حلوه قوي لتحرك الناس سواء على الاجناب او سواء من العمق. خليني اعرض لك الجون الاولاني بتاع محمد شريف اللي بضربه راس، بس عايز ابتدي الكره من اولها وتشوف برده حاله التناغم والانسجام والاسيست بتاع حسين الشحات الاكثر من رائع. خلينا نشوف الجون مع حضراتكم لانه ده يمكن تاكيد على كلام حضرتك. بالتاكيد كره زي دي ده الهدف طبعا اللي احرزه محمد شريف اللي كنا بنتكلم عليه بضربه راسيه. في الجون الاولاني بقى اللي احرزه شريف برده بضربه راس باسيست حسين الشحات من جوه منطقه الجزاء، ده نفس الجون، ده الهدف بتاع علي، ده اللي عملها اوفر حلو قوي. ده الهدف، انا عايز الجون بتاع اسيست حسين بقى. وحسين الحقيقه كابتن فتحي كان عليه كلام كتير، لكن الفتره الاخرانيه مستواه بقى كويس، مستواه اتطور بشكل كويس، مستواه كويس، عشان برده تخلي بالك اللعيب دايما بيتاثر، بتتأثر بالإعلام وبتتأثر بالجماهير وبتتأثر بالسوشيال ميديا. ده الأسيست بتاع حسين الشحات، حسين عملها حلوة، كرة صعبة جدا. بص، ما ده ذكاء برضه، ذكاء من حسين وذكاء أيضا محمد شريف. محمد شريف لمح حارس المرمى يمكن متقدم على السكس ياردة، ما استناش، حطها براسه على طول، ودي ذكاء من لعيب وذكاء من فرود. يعني من أحسن اللعيبة دلوقتي الفراودة في مصر محمد شريف بصراحة، يعني طبعا في تحركه، في عنده اراده قويه جدا، عنده ايضا تحركات زي ما قلت لك، تحركات واعيه جدا. وبعدين دائما ما بيخليش النهارده دائما نفسه تحت رقابه ستوبر، دائما تلاقيه بيتحرك ناحيه اليمين ناحيه الشمال في العمق، دائما تحركاته ايجابيه كويسه جدا. هيواجه صعوبه مع كايزر تشيفز، مع دفاع كايزر تشيفز، وايه النصائح اللي ممكن تقولها له قبل الماتش بتاع يوم؟ لا هو بص، هم دلوقتي زي ما قلت لك هو بيلعب دفاع منطقه، بيبقى قدامهم في تكتل في ال 18. محمد لازم يبقى ذكي جدا، يعني لازم يبقى ذكي جدا النهارده، ما يسلمش نفسه في حته ال 18، النهارده لازم يتحرك كويس قوي، ولازم يبقى فيه متوقع انه كايزر تشيفز يلعب الاهلي بنفس الطريقه الدفاعيه وارد. يعني وارد بنسبه 90%، لانه واضح قوي اسلوبه وتكتيك اللعب، هو واضح حتى في الوداد الماتشين اللي لعبهم. أيوه. واضح قوي يعني. طيب. واضح بدليل ان هو كمان هيبقى مؤمن، المدير الفني لكايزر تشيف مؤمن بهذه النظريه، لانه قدر يكسب الوداد وقدر يتعادل صحيح مع الوداد، فمؤمن بهذه النظريه. في ماتش سموحه وماتش المقاصه، الجماهير نادي الاهلي استمتعت بكورتين عالميتين. الكره الاولانيه للاسف اتحسبت اوف سايد، الكره الدبل كيك بتاعت حسين الشحات، كانت عالميه بصراحه. هدف ولا اروع. وامبارح مجدي قفشه رغم انه ما كانش موفق قوي على مدار ال 90 دقيقه، كان بيحاول بس ما كانت معنداش شويه، بس جاب جون عالمي. طيب لقطه مجدي قفشه شفتها ازاي امبارح؟ لا بص، طبعا الهدف هدف رائع. يعني بص منين، يعني اولا فيها اداء 52 متر بالظبط، ما انا بقول لك فيها اداء، فيها النهارده سرعه قرار، سرعة اتخاذ القرار، فيها دقه النهارده، دقه النهارده يحطها في المرمى، مش اي حد يعملها طبعا، يعني مش اي حد ممكن. صلاح عملها قبل كده فاكر انا في ماتش ليفربول، يعني دقه النهارده في دقه في التسديد النهارده دي مهمه جدا النهارده قفش عملها، والنهارده الدقه برده ايضا رؤيته لحارس المرمى والضغط وانه يستخلص، طبعا ضغط واستخلص. لا لا لا, لا, لا هدف رائع بصراحه. يعني هدف رائع. نروح لماتش بقى كايزر تشيفز، وده المباراه الاهم من وجهه نظر كل جماهير نادي الاهلي، يمكن تكون اهم مباراه الموسم ده. ازاي شايف؟ طبعا الفرقه بكره، النهارده راحه، بكره ان شاء الله تتمرن وتسافر في طياره خاصه مع برئاسه كابتن خطيب طبعا البعثه. ازاي شايف استعدادات وتحضيرات النادي الاهلي لمباراه
النهائي؟ لا وطبعا بعد ماتش المقاصة انا سامع ان مدي راحة ودي حاجة طبعا كويس. ايجابية طبعا فرقت معانا كتير على فكرة طبعا الراحات اللي خدتها لان اللعيبة برضو في دايما في معترك المستطيل الاخضر عايزة تبعد يوم على المستطيل الاخضر لازم الراحة دي ريكفر دي حاجة مهمة جدا تمرين بكرة انا واثق تمرين بكرة يبقى طبعا تمرين خفيف واللعيبة ان شاء الله هتسافر للمغرب والمغرب كل انت خلاص انت بتوصل انت وصل التوب فورم مش محتاج تمريرات لياقه مش محتاج كلها شغل يبقى شغل تكتيكي نفسي تكتيكي شغل تكتيكي كله تكتيكي ونفسي وكله واستعداد لمباراه كايزر تشيف مش محتاج النهارده العامل البدني مش محتاجه خالص لان كل اللعيبه الحمد لله في التوب فورم وكل اللعيبه بتشترك عمليه الروتيشن شغاله في فرقه النادي الاهلي الحمد لله شغاله بصوره ايجابيه فكل هذه الامور ودي ماتش مهم جدا بالنادي الاهلي ان شاء الله وانا شايف ان النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان يفوز بهذه المباراه يفوز بهذه المباراه ان شاء الله باذن الله انا ما عنديش شك في قدرات لاعبتنا بس برضو مهم نبني سيناريو الماتش يعني اذا كنا او حضرتك بتفق انه ممكن كايزر تشيفز يبتدي يلعب او هيواجه النادي الاهلي بطريقه تميل ان هو يقفل ورا او يلعب مباراه دفاعيه هل شايف انه الانسب ان الاهلي يلعب مباراه هجوميه ولا برضو من الممكن انه مستر موسيماني يبني خطته بشكل متحفظ نوعا ما لانها مواجهه في النهايه من 90 دقيقه لا هو النهارده اللي هيديك المؤشر ديك المؤشر كايزر تشيف النهارده زي ما قلت لك النهارده ما بيهاجمكش فانت لازم هتعمل ولازم النادي الاهلي على فكره متعود على كده يلعب باسلوب ضاغط من قدام اسلوب الضاغط من قدام ده ممكن يولد اخطاء في خط الدفاع ممكن تستثمر فرصه تبقى قريب قوي من الجول تقدر تسجل ممكن يبقى النهارده الضغط ده بيولد زي ما قلت لك اخطاء بيولد النهارده بيدي ثقه للاعيبه النادي الاهلي وما يديش ثقه لفرقه كايزر تشيفز أيوة. هيحطها دايما تحت ضغط ودايما الفرقه اللي تحت ضغط هتلاقي فيه اخطاء وهتلاقي فيه ايضا تشتيت وهتلاقي حاجات كتير قوي هتساعد لعيبه النادي الاهلي طيب. في عمليه الاستحواذ في عمليه ده خلينا نروح للتفاصيل هكلمك اكتر عن طريقه اللعب هكلمك اكتر عن التشكيل الانسب هكلمك الاكتر عن اسلحه الاهلي وازاي يستغلها والاخطاء والمحاذير التي لا يجب ان نقع فيها بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الاهلي وكايزر تشيفز مع نجمنا وضيفنا النهارده في السادسه كابتن فتحي مبروك عشان يمكن قبل الفاصل بدأنا كلام على ماتش كايزر تشيفز وهندخل في التفاصيل طبعا مع ضيفنا النهارده مشرفنا في السادسه كابتن فتحي مبروك بما انه احنا الكلام اللي كنا بنقوله قبل الفاصل على طول ان المباراه هتروح في اغلب يعني اغلب الظن ان شكلها هيبقى مباراه دفاعيه من ناحيه كايزر تشيفز في ناس بتقول لك مفيش احتمال انه المدير الفني لكايزر تشيفز باكستر يفكر يعمل مفاجاه وينزل يهاجم النادي الاهلي الاحتمال ده مش وارد من وجهه نظر كابتن فتحي هو انا غالبا الاحتمال مش وارد يعني برضو خلينا بنتكلم بواقعيه يعني هو الماتش جوله واحده مباراه واحده بس ممكن يغير فكره ولكن هو الاستراتيجيه بتاع باكستر على فكره المدير الفني الاجنبي الانجليزي لفرقه كايزر هو غالبا ده سيستم ليه هو السيستم ده اذا كان بيؤدي الى نتائج ايجابيه بيشتغل عليه نتائج ايجابيه على الوداد زي ما قلت لك كسب بهجمه مرتده في دقيقه كسب مباراه و180 دقيقه بيدافع و90 دقيقه بيدافع 180 دقيقه بيدافع فدي استراتيجيه واضح ان هو بيشتغل عليها ما تقلقش الحته دي يعني فكره انه فريق يتخطى الوداد بقدراته الدفاعيه بس ما تقلقش في مباراه وانا عارف طبعا حضرتك ممكن تكلمنا انه فكره انه الماتش يبقى ب90 دقيقه ده بيبقى ليه حسابات مختلفه واحنا شفنا ماتشات صعبه كتير الموسم ده يعني شفنا مثلا في نهائي دوري الابطال تشيلسي ومان سيتي المان سيتي كفته ارجح كل الناس بتقول لك مان سيتي هيحسم البطوله ماتش بتاع 90 دقيقه ده بيبقى حساباته مختلفه شويتين بيبقى طبعا ده ماتش بيبقى اصعب ماتشين ماتش رايح ماتش لا ولكن طبعا زي ما قلت لك النادي الاهلي الحمد لله بيمتلك القدرات بيمتلك ايضا اللعيبه اللي عندها اراده بيمتلك منظومه رائع مجلس اداره لجنه تخطيط جهاز فني كل العوامل النهارده بتساعد النادي الاهلي يحرز هذه البطوله يعني يعني حتى النهارده لما تيجي تقول على اللعيبه لا اللعيبه النهارده عندها قدرات عاليه جدا سواء الجانب الفردي زي ما قلت لك او الجانب الجماعي او الشغل التكتيكي بتاع مستر موسيماني كل هذه الامور انا شايف النادي الاهلي بهذه العوامل يقدر يكسب هذه المباراه ويكتب ويكسب بارتياحيه بالرغم من الشق الدفاعي ال 90 دقيقه بيلعبهم باكسترا المدير الفني ولكن انا شايف النادي الاهلي قادر على ذلك. طيب نتكلم في طريقه اللعب يمكن اغلب الماتشات اللي نوعا ما كانت صعبه على النادي الاهلي او مستر موسيماني بيبقى متحفظ فيها كان بيبتدي ب 4 3 3 او 4 3 2 1. عمل ده مع سان داونز، عمل ده مع الترجي في تونس، هل تتوقع انه دي الطريقه الانسب اللي تلعب بيها ماتش كايزر تشيفز ولا ممكن. لا انا متوقع ان هيلعب ب 4 2 3 1 4 طريقته 4 2 3 1 المعتاده لان برضو انت زي ما قلت لك عايز تضغط
عايز تبتدي تشتغل ضاغط من قدامه، خصوصا اذا كان زي ما قلت لك الفرقه دي مش هتهاجمك، تمام، مش هتديها فرصه استحواذ، هتديها فرصه النهارده ان انت تضغط تولد اخطاء وتبتدي تخلي فيه ثقه في لعيبتك، وتخلي ايضا الفرقه دي النهارده هيلجا لاسلوب ممكن اسلوب الكوره الطويله. ده غالبا يعني اذا كنت انت هتضغط من قدام مش هيقدر النهارده يستثمر عمليه الاستحواذ، لان انت فرقتك في نص ملعب الخصم في كايزر ضاغط كويس قوي، فكل هذه الامور تؤدي ان النادي الاهلي هو دائما هيبقى ليه المقدمه وليه النهارده الاستحواذ وليه كل شيء، وليه النهارده هيبقى فيه ثغرات حتى في خط الدفاع عنده. طيب 4-2-3-1 تحط لنا التشكيل براء. انت عارف برضو مستر موسيماني برضو تفكيره، انا بحترم طبعا تفكيره والجهاز الفني، ولكن توقع يعني اكرم توفيق زي ما اتفقنا في اليمين، هيبقى بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، هيستفاد النهارده بحمدي فتحي والسوليه، النهارده يبقى حسين الشحات وقفشه، هتعدي يانج مش هتبتدي بدري، وقفشه تمام، وانا يعني رايي الشخصي بقول صلاح محسن في الجنب الشمال، تبتدي بصلاح ومحمد شريف ده رايي الشخصي. وفي اليمين مين يا كابتن فتحي؟ ما هو حسين الشحات. حسين الشحات ليه؟ حسين وصلاح وقدامهم شريف. انا بقول ليه؟ في قوه هجوميه كويسه جدا هنا. الحاجه الثانيه اللي انا بقدر استثمر وجود محمد شريف في التحركات، عشان قطعا المدير الفني هتلاقي كل معلومه عن محمد شريف واخدها، فهتلاقي النهارده هتلاقي رقابه 100% على محمد شريف، تمام، مليون الميه. فالنهارده هستثمر محمد شريف في تحركات في جناب كتير قوي عشان استثمر يفضي، عشان اقدر افضي حته العمق. الوحيد اللي يمتلك قدرات راس حربه مين؟ صلاح محسن. صلاح محسن الوحيد اللي يمتلك قدرات راس حربه عشان يقدر يقطع ويقدر ينطلق ويقدر يخش كراس حربه تاني، يبقى صلاح محسن. انا بقول وجهه نظر فنيه طبعا، طبعا احترم وجهه نظر مستر موسيماني في اي حد تاني يلعب، ولكن زي ما قلت لك بستثمر دي في الوجود. الحاجه الثانيه بستثمر وجود حمدي فتحي في وسط الملعب. ليه استثمره؟ لو جيت النهارده بصيت النهارده ان انا عايز احرر الطرفين، عايز احرر اكرم وعايز احرر علي معلول، الاثنين يشتغلوا بحيث ان احنا ندي قوه هجوميه للنادي الاهلي والاطراف تشتغل كويس قوي، النهارده الوحيد اللي يمتلك قدرات النهارده يبقى ستوبر ثالث حمدي فتحي. يقدر النهارده يرجع في وسط ايمن اشرف، يرجع في وسط بدر بنون، يقدر حتى النهارده يقفل جنب من الجناب، ما عنديش مشكله، عنده القدره يقدر. يعني لو ايمن اشرف قفل الجنب الشمال عشان علي معلول يقدر هو يغطي عليه، يبقى النهارده يقدر يبقى ستوبر ثالث. النهارده ممكن يتحط حتى ستوبر ناحيه اليمين، يقدر النهارده لو اكرم توفيق طاير يقدر يستثمره النهارده، حمدي يقدر يقفل الجنب اليمين. فكل هذه الامور امور فنيه طبعا هو الكابتن موسيماني. طيب خليني اخد رايك في فرقه كايزر تشيفز، يعني كتير من الاراء بتقول انه يمكن اخطر ورقه من اوراق كايزر تشيفز هو راس الحربه بتاعهم سمير نوركوفيتش، وهو يمكن يكون هداف الفريق الاول في الفتره الاخيره، وهو اللي احرز الهدف بتاع كايزر تشيفز في ماتش الوداد. شايف انك ازاي تقدر توقف الخطوره بتاعت نوركوفيتش، وتقول ايه لايمن، بما انك انت ابتديت بايمن وبدر، يعني تقول ايه لايمن وبدر كنصايح في التعامل مع مهاجم خطير زي سمير نوركوفيتش؟ مهنا النهارده اسلوبي وتكتيكي لازم النهارده ابقى برضه الشق الدفاعي لازم ابقى حريص جدا فيه، مش هدي فرصه النهارده لكايزر تشيف النهارده يستغل راس حرب النهارده في كرة مرمية في الجنب الشمال بيعدي وتتلعب ويسجل منها، لا أنا عايز النهاردة الأمور زي ما قلت لك تبقى النهاردة التلاتة متواجدين دائما بصفة مستمرة، إذا كان هو زي ما قلت لك هيلعب بتكتيك دفاعي بحت وهيستثمر النهاردة إنه يبقى في راس حربة، لازم النهاردة أبقى حريص جدا في الحتة دي، وخصوصا تغطية الأجناب، تغطية الأجناب زي ما قلت لك أيمن أشرف يمتلك القدرات، بدري يمتلك القدرات، حمدي فتحي يمتلك القدرات الحتة دي، فلازم على الاقل على الاقل يبقى النهارده في حد من الثلاثه النهارده عينه على الراجل ده كويس جدا. ايوه ما تقدرش تخصص، يعني ما اقدرش اقول لايمن اشرف مثلا والراجل بيشتغل ناحيه الشمال تعالى ايمن العب معاه من تومان. ايوه لا النهارده يبقى الثلاثه دول عندهم النهارده القدره ان الراجل ده لو اتحرك في اي جنب من الجناب هو اللي يشتغل معاه. مين افضل حد من وجهه نظر كابتن فتحي مبروك في العاب الهوا في المدافعين عندنا؟ عندنا كلهم كويسين العاب الهوا، يعني كلهم ما شاء الله كلهم كويسين، يعني ايمن كويس، بدر بنون كويس، حتى ياسر بن كويس، كلهم ما شاء الله كويسين يعني ممتاز، وحمدي فتحي ما بيرجع بكويس، عمرو السليه بيبقى كويس، كلنا عندنا الحمد لله في مجموعه من اللعيبه بيمتازوا بضربات الراس كويسين جدا. شايف شخصيه الاهلي في الفتره الاخيره مع موسيماني، قدره الراجل على انه يستخدم او يستغل اوراقه،
قدرته على تطوير مستوى بعض اللاعبين، واحنا يمكن في الفصل كنا بنتكلم على اكتر من اسم الحقيقه في الفتره الاخرانيه، تحس انه في طفره في مستوياتهم مدافعين او نص ملعب او مهاجمين. شايف ازاي شغل مستر موسيماني؟ لا دي سياسه ناجحه يعني سياسه ناجحه. دايما المدير الفني ما بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه للعيبه. والنهارده بقعد انا النهارده بقعد مع اللعيب، النهارده استثمره النهارده اساسي ولا احتياطي؟ اساسي خلاص هقول له هكلمه، النهارده لو انا هستعمله النهارده كبديل هكلمه. فكل هذه الامور الحمد لله في ثقه اصبحت في الجهاز الفني وثقه في اللعيبه، عشان كده اللعيبه حتى لما بعمل عمليه روتيشن اللعيبه اللي بتنزل بتؤدي بيؤدي وبيؤدي، بيبقى النهارده سوري في اللفظ بيبقى غلاوي وهو نازل. حتى لو استثمره 10 دقائق دقيقتين بيبقى غلاوي وهو نازل، بيثبت للمدير الفني ان هو قادر على اداء واداء مميز للنادي الاهلي. أجايي وكهربا يبقوا الاثنين الحقيقه، أجايي مشوار طويل طبعا وارقامه محترمه جدا مع النادي الاهلي، وواضح انه الراجل عايز يديهم وعايز يرجعهم لمستوياتهم. لو انت بتكلم أجايي او بتشتغل مع أجايي وكهربا، تشتغل عليه كابتن فتحي برضه؟ بص عمليه ولو في اسماء تانية تحب تضيفها معانا. انا بقول لك عمليه الثقه دي مهمه جدا. عمليه الثقه مهمه جدا. هو ابتدى بأجايي امبارح، رايح طارق ابتدى بأجايي وادى الكهربا في اكثر من ماتش، اداله في بيراميدز وصلاح محسن لعب والناس كلها. فانا بقول دي سياسه ناجحه، عمليه التدوير دائما وخصوصا في ضغط المباريات دي عمليه ناجحه طبعا، ايجابيه كويسه للجهاز الفني. وفي نفس الوقت اللعيب بيبقى خلاص النهارده بيوصل لمرحله فنيه كويسه، النهارده بيتجاوب مع فريقته، بيلعب النهارده حتى لو 20 دقيقه 30 دقيقه، النهارده معدل المباريات ومعدل النهارده شغله في المباريات بيديله دفعه كويسه. فالحاجات دي انا النادي الاهلي بيستثمرها، والنادي الاهلي عمليه الروتيشن زي ما قلت لك عمليه كويسه، واللعيبه دي بتستفاد، يعني اللعيبه دي بتستفاد ايضا من الاشتراك في المباريات. أيوه. فطبعا أجايي يمكن أجايي عشان بقى له برضه فرصه كان مصاب. أيوه. لسه ما أجايي ما ظهرش بالصوره اللي محتاج ايه عشان يرجع بسرعه كده. وأجايي على فكره برضه في الجنب الشمال بيبقى مميز كويس. يعني في الجنب الشمال دايما تلاقيه عنده القدره انه بيقدر بيشتغل لجوه، يقدر يشتغل وانتوهات، يقدر يقفل مع علي معلول الجنب الشمال، بيقدر عنده القدرات زي كده. كهربا كويس، كهربا كويس، بس كهربا برضو داخل في مرحلة لسه إثبات الذات، إثبات الذات لجماهير الأهلي والجهاز الفني. يعني دايما هو الحتة دي بتحسها فيه. لا هو خلاص النهاردة في منظومة النادي الأهلي، في فريق النادي الأهلي خلاص النهاردة بقى فيه ثقة، النهاردة بقى فيه هدوء، النهاردة بقى فيه سياسة المدير الفني عايز ايه طالب منك وتنفذه له. مين تتوقع يكون ورقة الأهلي الرابحة في ماتش كايزر تشيفز؟ والله يعني كل الفرق، كل الفرقه، كل الفرقه، مفيش اسماء معينه كابتن فتحي بيراهن عليها. كل الفرقه النهارده زي ما قلت لك، اذا كان الشق الدفاعي النهارده واقفين كويس جدا هستثمر، يبقى النهارده كل الدفاع كويس، وسط الملعب النهارده بيشتغل ليه رؤيه كويسه في الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه، يبقى كله كويس. الشق الهجومي النهارده عندك لعيبه كويسه بتقدر تسجل وبتقدر تستثمر الكرات اللي من الجناب ومن العمق، فرقه كلها كويسه. ما تقدرش النهارده تقول، ولكن زي ما قلت لك اذا كان محمد شريف دلوقتي اصبح النهارده هداف النادي الاهلي واصبح النهارده كل الانظار متجهه لمحمد شريف بتراهن عليه، فقطعا قطعا المدير الفني النهارده الكايزر تشيف النهارده برضه هيفكر كويس مين النهارده هداف النادي الاهلي، مين اللي بيسجل. فالنهارده عندك البدائل اللي عندها الثقه ان شاء الله نقدر. الفريق الجنوب افريقي اول مره في تاريخه بيوصل نهائي دوري الابطال، وفرصه يمكن مش تتكرر كتير بالنسبه للجيل ده، وده يمكن يكون واحد من اهم الدوافع. لو بتكلم فرقه النادي الاهلي ولاعبتنا متعوده انها توصل مباراه نهائيه مش جديد عليها، وحققت اللقب في النسخه الاخيره وراحت كاس العالم. لو بتكلم لعيبه النادي الاهلي كابتن فتحي تقول لهم ايه النهارده؟ لا شوف احسن حاجه، اول حاجه زي ما قلت لك الثقه، الهدوء، الشغل للمدرب لازم يتنفس كويس جدا، وبعدين رؤيه اللعيب وحريه الاختيار في الملعب دي برضو لازم اللعيب يفكر، لازم اللعيب يبقى ليه قرار، لازم اللعيب النهارده يستثمر الفرص النهارده اللي النادي الاهلي سجل منها. تقدر تقول انه الاهلي استوعب، او فرقه الاهلي ولاعيبه الاهلي استوعبت طريقه وفكر مستر موسيماني؟ طبعا، وانه تطبيقهم للفكر طبعًا. ده واضح في ماتشات الاهلي طبعا، بدليل زي ما قلت لك حتى الناس اللي على الاطراف بتنزل تدافع كويس دلوقتي، الناس اللي في وسط الملعب بتدافع كويس، بتبقى النهارده سند لخط الدفاع، خط الدفاع النهارده الحمد لله متماسك. فكل هذه الاساليب النهارده اللعيبه خلاص النهارده المنظومه بتاع مستر موسيماني والجهاز الفني اللعيبه بتطبقها، عشان كده النادي الاهلي ماشي الحمد لله، الحمد لله ماشي بثبات، ماشي بنتائج كويسه، وان شاء الله يتصدر ويكسب هذه البطوله. في حاجه عشان تبقى الصوره احلى، يعني انا فاهم من كلامك ان الصوره حلوه، في حاجه ممكن تخلي الصوره احلى من وجهه نظر كابتن فتحي الفتره اللي جايه؟
ان شاء الله الفوز بهذه البطوله هيدي طبعا ثقه للجهاز الفني ويدي ثقه للعيبه ويدي ثقه ايضا لكل عشاق النادي الاهلي. النادي الاهلي جدير باحراز البطولات ان شاء الله باذن الله. اداه قدود زي ما بيقول كابتن فتحي. شرفت ونورت بيتك ومكانك طبعا سعيد جداً. وبشكرك على وجودك معايا في حاجه. انا سعيد جدا وبرنامج جميل واتمنى الناس تكون سعداء بهذا البرنامج. شكرا لحضرتك. شكراً. بشكرك مره ثانيه وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره حلقه يمكن هنركز فيها اكتر على كايزر تشيفز ونقدمه لحضراتكم. فريق يمكن كان مجهول اغلب جماهير النادي الاهلي مع نسخه دوري الابطال، كانت متوقعه انها تقابل ترجي سان داونز وداد في النهائي، لكن جه في حظنا كايزر تشيفز. ففريق يمكن يكون مجهول علينا، قابلناه في 2002 في سوبر افريقيا، لكن طبعا الجيل الحالي مختلف تماما، فهنفرد له مساحه بكره نقرب حضراتكم من الفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في نهائي دوري الابطال. بشكر كل جماهير النادي الاهلي على المتابعه، وقابل حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.